فيك وكل الأشقاء المصريين في القاهرة وفي كل مكان. أهلا بحضرتك، عايزين نطمن ونسأل على استعدادات المنتخب الجزائري الشقيق للمباراة الخاصة به غدا أمام كينيا إن شاء الله، آخر التطورات وآخر استعدادات إيه الخاصة بالجزائر؟ نعم صديقي هشام، هو أن حسب يعني الأخبار الواردة من عندكم وحسب شفنا يعني ناخب الوطن جمال بالماضي، هو التشكيلة الجزائرية مستعدة للدخول بالمنافسة القوية. نحن لأول مرة شفنا جمال بالماضي كان مرتاح نفسيا، يعني هو اليوم عقد ندوة صحفية على غرار علي سيسي مدرب منتخب السنغالي ومدرب كينيا ومدرب تنزانيا. اليوم جمال بالماضي كان مرتاح نفسيا، يعني تعودنا نشوف عليه الضغط، نشوف في وجهه يعني شويه قلق. اليوم كان مرتاح نفسيا وكان ابدا استعداده للدخول للمنافسه، كان اكد انه التشكيله في اتم الجاهزيه من الناحيه المعنويه، من الناحيه النفسيه، من الناحيه البدنيه. الحمد لله ما في اصابات اللاعبين، ما في يعني مشاكل يعني في التشكيله. ان شاء الله يكون الدخول موفق امام كينيا، لان المباراه الاولى هي صعبه، ومنتخب كينيا هو لا يجب الاستهانه بمنتخب كينيا، يعني لانه نحن شفنا امس المنتخب المصري كان في المباراه الافتتاحيه كان يوجد يعني صعوبه شويه في المباراه الافتتاحيه، مع انه زيمبابوي ليس بالمنتخب الكبير مقارنه بالمنتخب المصري. بالضبط. طيب نحن نعلم زميلي هشام، نحن نعلم يعني التجربه علمتنا انه المنتخبات الافريقيه ما في منتخب صغير ومنتخب كبير، يعني كلها طورت وكلها الكره الافريقيه طورت واصبح المستوى جد متقارب يعني بين المنتخبات. وممكن اي منتخب بيعمل يعني مفاجاه ويعمل شيء في هي الطورة. طيب طموح الشعب الجزائري واصل لحد فين؟ ومن وجهه نظر حضرتك شايف ان المنتخب الجزائري يقدر يوصل لحد فين في بطوله الامم الافريقيه هذا العام، خصوصا بعد خروجهم او خروج المنتخب الجزائري من الادوار الاولى في 2017 بالجابون؟ زميلي هشام، هو المدرب جمال بلماضي عنده مكان في الجزائر، وحتى في تربص الاخير المقام يعني في العاصمه القطريه الدوحه، يعني كان دائما كلامه كان يقول انا رايح نروح لمصر لتوج بالكان، راح نروح لمشارك الدوره لتوج باللقب. اليوم كان بدل يعني لوقته وكان بدل اللهجه من اجل ابعاد الضغط نوعا ما عن اللاعبين، لانه الكل لانه كان المدرب علي سيسي مدرب منتخب السنغالي كان عقد ندوه صحفيه من قبله، ولما سالوا زملاء الصحفيين قال لهم انه المنتخب الجزائري في افضل رواق مقارنه بالسنغال، يعني كل واحد يحاول يبعد الضغط عن اللاعبين ويحاول يعني يخرج منتخبه من دائره المرشحين للتتويج باللقب، حتى لا يشعر اللاعبين بذلك الضغط وحتى يسيروا المنافسه مباراه بمباراه. بس يعني بين قوسين نحن كاعلاميين اللي اول مره متفائلين بالمنتخب الجزائري، يعني رغم انه الجزائر هو يعني بلد كره قدم، بس في المنافسه القاريه يعني تجربتنا قليله شويه، يعني نحن متواجدين بلقب وحيد افريقيا هو لقب 1990، يعني لا يمكن لهذا المتعلق لا يمكن ان نقول ان الجزائر مرشحه لتتويج اللقب، لكن جمال بالماضي قال راح نلعب مباراه وراح نحاول نوصل لابعد نقطه ممكنه في المسابقه، ونحن كاعلاميين ان شاء الله كادنى حد نتمنى الوصول للنصف النهائي كادنى حد يعني. نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله للوصول بعيدا في هذه البطوله. استاذ مصطفى بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كان معنا على الهاتف استاذ مصطفى بن سرياح الصحفي بجريده الشباك الجزائريه.